من نزوى. من نزوى. إعداد نائلة البلوشية. من نزوى. تقديم خالد السلامي. من نزوى. إخراج أسعد الرئيسي. من نزوى. من نزوى. الحارات القديمة في نزوى. تشكل الحارات القديمة وحدات متكاملة، فنجد الأفلاج تجري بالقرب منها أو بداخلها، وآبارا حفرت داخل البيوت وفي المساجد وعلى شوارع وسكك الحارة، وهناك مزارع وبساتين أنشئت داخل أسوار الحارة وأسواق للبيع والشراء، ونجد المدارس التعليمية والسبل والمجالس العامة. وقد أثرت الظروف السياسية في بناء تلك الحارات، فنجد بها أبراج مراقبة وبوابات تتخلل السور من جهات مختلفة، ويعلو هذه البوابات الضخمة الأبراج المربعة. وقد بنيت المساجد بالقرب من البوابات حتى لا يدخل الغرباء إلى الحارة، ومراعاة لحرمة البيوت. ونرى ذلك في حارة المدة، حيث نرى المسجد على مدخل الصباح الغربي، ونرى تأثير الأحكام الشرعية في تخطيط الوحدات البنائية، حيث المساجد مستقلة عما يجاورها بحرمها الخاص. ونرى عدم تقابل أبواب البيوت حتى لا يطلع أصحابها على حرمات بعضهم عند خروجهم ودخولهم، كما لا تلتقي نوافذ البيوت لهذا الاعتبار أيضا. ونلاحظ تأثير آداب الدين الإسلامي الحنيف على طريقة عمل المسايل والميازيب ومصارف المياه، فهي تصب على الشارع أو على جدران البيوت المقابلة لها حتى لا تلحق الضرر بالمارة. ويوجد على مدخل الحارات ما يعرف بالصباح، حيث يقضي الحراس فيه أوقات حراستهم على الأبواب، كما يصبح مجلسا لأهل الحارة بعد فراغهم من الصلاة، لا سيما صلاة العصر. ويشتمل البيت في تخطيطه على الفناء والحجرات التحتية الصفة والحجرات العلوية والسبلة الخاصة بالضيوف والمير أو المخزن والكنيف وزرب الحيوانات والإيوان الذي يفتح على الفناء من جانب واحد والمطبخ. وإلى جانب السبلة الخاصة داخل كل بيت هناك سبل خاصة بأهل الحارة، ويلاحظ وجود المدارس لتعليم علوم الدين واللغة. من نزوى. إعداد نائلة البلوشية. من نزوى. تقديم خالد السلامي. من نزوى. إخراج أسعد الرئيسي. من نزوى.